خلينا نروح لملف آخر وهو ملف ثقافة الطفل، لأن ما فيش شك إن مصر تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت على عدد من يعني الموضوعات اللي بتضيف لرصيد العمل الثقافي للطفل في مصر، وإضافة العديد من المشروعات والأنشطة والمبادرات والمسابقات المحفزة لإبداع الطفل المصري. صحيح، يمكن طبعا موضوع مهم جدا، وخلينا نروح مع حضراتكم في قراءة وفية عن التنمية الثقافية للطفل المصري. معانا على التليفون الأستاذ محمد ناصر، رئيس الإدارة المركزية بالمركز القومي لثقافة الطفل، موجود معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، ويعني كل سنة وحضرتك طيب. صباح النور أستاذ جمانة، أهلا بك أستاذ أحمد. صباح الخير يا أستاذ. فعلا زي ما حضرتك، صباح النور، زي ما حضرتك فعلا يعني ملف في منتهى الأهمية، لأن في الحقيقة هو ملف المستقبل. طبعاً. يعني الروح، يعني الحاضر بفرحة أولادنا ورؤيتنا إن هم في رؤية مكتملة لثقافتهم وتعليمهم وتنميتهم، وهم هيبقوا إيه في المستقبل، فهم اللي هيشيلوا البلد بعد فترة من الفترات يعني. أستاذ محمد، يمكن إحنا في المداخلة السابقة كنا بنتكلم عن ملف التعليم والمناهج والمعلمين، في لو هنتكلم تحديدا عن المراحل أو مراحل التعليم الأساسي بالنسبة للأطفال، بس الثقافة شيء مختلف، والثقافة ثقافة الطفل تحديدا تتطلب وضع خطة واستراتيجية واضحة عشان نهتم بملف التوعية الثقافية للطفل المصري. يمكن دي نقطة مهمة، لأنه ممكن يبقى عندنا أطفال تلقوا التعليم كويس، أو زي ما كنا بنسمع قبل كده بيحفظوا صحيح المناهج، بس أن يكون عندي طفل على قدر من الوعي حسب سنه طبعا، ويكون طفل مثقف أيضا حسب سنه، دي نقطة مهمة جدا. وما أعتقدش أنه كان على مدار سنين كتير جدا كان فيه اهتمام بالنقطة دي. إيه اللي حصل؟ الدولة المصرية عملت إيه عشان تقدر أنها تستهدف هذه النقطة تحديدا؟ والله حضرتك أشرت لي منطقة مهمة جدا، وهو أول حاجة العمل باستراتيجية برؤية، ولما يبقى في عمل باستراتيجية وهيبقى في رؤية، معنى كده أن في أهداف في نهاية المطاف أو في نهاية النفق أنت عايزة توصلي للهدف ده، فطالما هتوصل لهدف ده فأنت بتبذلي مجموعة من الإجراءات. أول حاجة الوزارة الثقافة كل بتشتغل على مجموعة من الأهداف، واحنا في المركز القومي لثقافة الطفل والمتعاملين مع الطفل في مجموعه من الاهداف تم العمل عليها، زي مثلا التطوير المؤسسي الخاص بما يجب ان يستخدمه او يتعامل معه الطفل، وهو ده هدف من الاهداف المهمه جدا اللي الدوله شغاله عليها. رقم اثنين، بناء الانسان المصري بقى هو بناء الطفل نفسه. صحيح. من خلال زي ما حضرتك قلت حكايه المسابقات، دعم ورعاية المواهب، العدالة الثقافية إلى آخره، اللي هي مش في مجموعة برامج مرتبطة بكل هدف من الأهداف. من الأهداف برضه المهمة، الهدف الرابع اللي عندنا هو صناعة، يعني دعم ورعاية الصناعات الثقافية المرتبطة أيضا بالكبار وأيضا المرتبطة بالأطفال. لو أخذنا كل هدف من الأهداف دول وقلنا إيه اللي ممكن يتعمل فيه على سبيل المثال، فهتلاقي ان وزاره الثقافه ككل في مجموعه من الابنيه التحتيه او المشاريع الاستثماريه اللي بدات تتعمل للاطفال في كل الجهات. هاخد مثال على سبيل المثال، المركز القومي لثقافه الطفل، احنا عندنا الحديقه الثقافيه تم انشائها من سنه 92، ولم يطلها في الحقيقه يد تطوير لغايه صحيح سنه 18. كان قبلها انا عارف، وانا كنت متولي اماكن اخرى، كان دايما بينزل لها برضك رؤى وخطط علشان أستاذ تتطور. استاذ محمد، استاذ محمد، واحنا بنتكلم لان يعني ملموس، ويعني كلنا نرى رؤى العين ما تم رفع كفاءته وما تم ايضا بناؤه. نعم. فيما يخص دور الثقافه والابنيه الثقافيه اللي كانت مهمله وخاويه لعشرات من السنوات، ما كانش في اي تطوير بيحصل فيها، ما كانش عندنا مباني، ومن كتر اغلاق هذه المباني تهلكت، يعني حتى كمان لم يتم استغلالها الاستغلال الامثل والاستفاده بها، ويعني نقدر نقول تعظيم الاستفاده بها من خلال العائد المباشر من ثقافة الطفل. ودكتورة نيفين الكيلاني مشكورة وزيرة الثقافة خلال مؤتمر حكاية وطن، عرضت ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع في كل محافظات
مصر وقراها تحديدا، لان انتم موجودين بشكل مباشر في قرى حياه كريمه. لكن سؤالي هنا لحضرتك عن المحتوى الذي يقدم داخل قصور الثقافه وبيوت الثقافه، هل هو محتوى يتماشى مع المتغيرات ويستقطب الطفل؟ تمام، انا هبدا حضرتك من مجموعه ما تم للاطفال فكره المحتوى نفسه. نعم. على سبيل المثال، لاول مره على يعني لاول مره في اي دوله من دول المنطقه يتم اصدار قرار بانشاء جائزه للدوله، وهي جائزه الدوله المبدع الصغير. نعم. جائزه الدوله المبدع الصغير مقامه تحت رعايه السيده انتصار السيسي. نعم، وهي تقام تحت رعايه مباشره للسيده انتصار السيسي حرا فخامه رئيس الجمهوريه. نعم. وصادره بقرار وقانون، يعني هي انضمت الى مجموعه جوائز الدوله الكبيره. ودي في الحقيقه عامله طفره، مش عايز اقول لحضرتك، عند الاطفال واولياء الامور، وعامله حاله جديده جدا، لان بيفوز حوالي 32 طفل. وبنسعى في وزاره الثقافه مع وزاره التربيه والتعليم ان هؤلاء الاطفال اللي حصلوا على هذه الجائزه يكون لهم حافز ثقافي وفني وابتكاري زي بالضبط الحافز الرياضي. معالي وزاره الثقافه ارسلت لمعالي وزاره التربيه والتعليم وبيدرسوا الامر. اذا انت عامل رؤيه متكامله لجائزه بتعمل لها حاله من الرعايه. مش الطفل بقى هنا مش بيحصل على الجائزه بس، لا ده احنا كمان بنعمل له في قرار مدرب ان كل جهه مسؤوله عن حاجه من الحاجات. على سبيل المثال في المركز القومي للطفل احنا مسؤولين عن الدعم ورعايه الموهبه الادبيه باصدار سلاسل كتب اللي فات، والولاد اللي هم اللي بيرسموا فايزين في الرسم هم نفسهم اللي فايزين في اللي بيرسموا للاولاد اللي فايزين في الاداء. مش بيتوقف الامر على كده بس، لا ده احنا في بنتابع الاولاد اللي هم اللي فايزين دول واللي مش فايزين دول، وبنتقدم لهم في جوائز العالميه كمان. يعني احنا السنه دي معانا زوجه لسه مكرمه طفله فايزة بجائزة إيزاك العالمية، ودي جائزة مهمة جدا. وفي عندنا في نفس السنة دي فايز ثلاث أولاد كمان من جائزة سفير الثقافة الصيني، وفي أولاد فايزين في أذربيجان. إذا ملف المسابقات اللي هو اللي موجود والجوائز اللي موجودة في مصر، الأمر مش بيتطلب إن أنت تكتشف الطفل وتصيبه، لا دي رقم واحد. رقم اثنين، في خلال مثلا لو خدنا نموذج من مركز القومي لثقافة الطفل، ما تم انتاجه مثلا من كتب على مدار تاريخه من حوالي 40 سنه حوالي 666 كتاب. ما تم انتاجه في العشر سنين اللي فاتوا ده ما يقرب من 45% مما تم انتاجه على مدار 40 سنه. اذا في حاله طفره من انتاج الكتب اللي هي للاطفال، بالاضافه كمان ان هي كتب صنفت الى مجموعه من السلاسل علشان توصل للطفل ويتم نشر الكتب اللي هي مش متاحه. زي مثلا بقى في سلسله روايه الدافعين، في سلسله روايه المسرح، في الى اخره. في برضك عندنا حاجه مهمه جدا من الحاجات اللي موجوده، ان في تم التوسع في عمل الفرق الخاصه للاطفال. يعني مثلا الهيئه العامه لاصول الثقافه عندها فرق متعدده ومتنوعه في قرار الاطفال والفنون الشعبيه الى اخره. المركز القومي للثقافة ما كانش عنده فرق في الفترة اللي فاتت دي، غير ان احنا بنعمله مجموعة من المسرحيات وخلاص، بقى عنده دلوقتي سبع فرق مختلفة. في ملف مهم جدا تم ادراجه على قائمة الشؤون العاجل، وهو مجموعة التراث غير المادي، ان الوزارة في الحقيقة اشتغلت عليه على اساس يتم الاحتفاظ بمفرداتنا الثقافية اللي بعض الدول كانت عايزة تطمع فيها وتاخدها، زي الأراغوز مثلا وزي خياب الظل. من ساعة صدور اليونسكو قراره بالصون العاجل للأراجوز عام 2018 ما كانش فيه غير 8 لاعبين. احنا دلوقتي الحمد لله بقى في غير الثمانية دول انتجنا يعني باللفظ كده حوالي 50 لاعب اخر. ال 50 لاعب اخر دول يقدروا يشيلوا كمان مصر لمدة 50 سنة قدام، بالاضافة ان احنا كل سنة في خطة ننتج ما يقرب من حوالي 25 ل 50 لاعب. ال 50 لاعب دول خلاص يعني انت ده فن من الفنون اللي كانت هتندثر وانتجت الحياه. فالوزاره في الحقيقه اشتغلت طبعا بكل تاكيد. يعني الحقيقه يا استاذ محمد، يعني
كل النقاط اللي حضرتك تحدثت فيها من مجهودات بذلت في هذا الملف تحديدا وخطوات تم اتخاذها في هذا الملف تحديدا هي خطوات تحترم بكل تأكيد. أتمنى كمان يبقى في فعاليات وأنشطة أكبر للأطفال، وأتمنى كمان يبقى حتى طرق استقطاب الأطفال تكون متقدمة، لأنه الأجيال دلوقتي يا فندم يعني أعتقد ما بقتش زي ما إحنا كنا متعودين زمان، بقت منفتحة بشكل أكبر، وبقى فيه كمان عوامل جذب كتيرة جدا، والدنيا تقدمت بشكل كبير جدا. فلازم حتى لو تقديم الأراجوز أو ما إلى ذلك من عوامل أو بشكل مختلف التراث الخاص بينا يكون بتقديمه بشكل متقدم ومختلف ويجذب كمان مش بس الأطفال المصريين لكن كمان يجذب أطفال العالم.